البلاك اند تان كون هاوند، سلالة كلاب تم تهجينها في أمريكا من سلالة البلاك اند تان وسلالة البلاد هاوند لغرض أساسي وهو الصيد، وبالذات صيد حيوان الراكون اللي منتشر في أمريكا. السلالة دي متوسطة الحجم، فالذكر بيوصل ارتفاعه ل 69 سنتي ووزنه بيوصل ل 40 كيلو جرام، والنتاية بيوصل ارتفاعها ل 61 سنتي ووزنها بيوصل ل 34 كيلو جرام. البلاك اند تان كون هاوند شكله مميز، فودانه طويلة ورقيقة وعريضة ومعدية خد الكلب، وعينيه بيكون لونها بني أو عسلي، وفرو قصير وليه لون واحد بس وهو الاسود مع النحاس. البلاك اند تان كون هاوند كلب هادي جدا ولطيف مع الاطفال والحيوانات التانية، ورياضي وبيحب الجري المسافات كبيرة. وخد بالك ان الكلب ده عنيد جدا، فمش من السهل تدريبه لو ما عندكش خبرة في تدريب الكلاب. الكلب ده بيعيش من 10 ل 12 سنة، ومع قوة عض بتوصل ل 21 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، فالكلب ده صياد ماهر جدا. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.